السلام عليكم يا وحوش المعرفة وعشاء اللغز. أخطر حيوان مفترس في المحيط، صاحب القوة البصرية الثاقبة. بنيان الجسد صارم لأبعد الحدود، ومع ذلك فهو الوحش الأكثر اجتماعية وصاحب أعلى نسبة ذكاء في كل الحيوانات البحرية، مصنف عالميا بأنه الأقوى والأشرس بدون أي منازع. ومن الناحية التانية هنلاقي كابوس المحيطات، الكائن صاحب أسوأ سمعة في تاريخ المحيطات كلها، همجي ومتوحش بشكل غير متوقع، بيتربع على قمة قاتل البشر داخل المياه بشكل عام، مدشن بكمية هائلة من الأسنان الحادة والمتغيرة بشكل دوري ومستمر. يا ترى أيهما أقوى يا صديقي؟ أهلا وسهلا بكم على قناة إنفينيتي، أنا أحمد سليمان، وفي الفيديو ده هنتكلم عن المعركة الأسطورية بين حيتان الأوركا القاتلة والقرش الأبيض الكبير العدوانية. في أعماق المحيطات يا صديقي بتحصل معارك أسطورية بين أسماك القرش وحيتان الأوركا القاتلة، لكن بتظهر مباشرة عدوانية حيتان الأوركا اللي بتتلذذ بقتل أسماك القرش بطريقة عجيبة، والغريبة إنها بتقتلها في أغلب الأحيان فقط، وبتتسبب لها في إصابات خطيرة. والمعروف عن حيتان الأوركا إنها بتقتل أي شيء بيتحرك وقت شعورها بالجوع، والمميز فيها لعبها بالفرائس قبل الأكل. وتم إثبات بعض الحالات اللي بتوضح إن حيتان الأوركا ممكن تقتل لمجرد إنها بتلعب بس بالضحية، مش علشان تفترسها أو تاكلها، في حين إن أسماك القرش بتتغلب على حيتان الأوركا في مسألة العدوانية، وده لأنها على قدرة خارقة في شم رائحة الدم، وتقدر تطلق عليها اسم الآلة الحادة في المحيط. دمويتها الكبيرة بتخليها تقتل الضحية بمنتهى الشراسة، وعدد ضحايا سمك القرش من البشر سنويا بيتعدى الآلاف، وبكده في مسألة العدوانية بيتفوق القرش على الأوركا بشكل واضح. القوة، طول حيتان الأوركا القاتلة ممكن يوصل لعشرة متر، وبالنسبة للوزن فممكن يزيد عن خمسة طن تقريبا، وبتزيد النسب في الإناث عن الذكور، في حين إن القرش الأبيض ممكن يوصل وزنه لاتنين طن، وبتزيد النسبة وتقل بشكل بسيط في حالة البلوغ الكامل، وطوله من أربعة متر للذكور وممكن يوصل لأكثر من ستة متر للإناث. وبشكل عام فقوة الحيوان المفترس بتعتمد على حجم جسمه وطوله، وبالتالي بيتغلب حوت الأوركا في مسألة القوة على القرش الأبيض. قوة العضة، كلنا عارفين إن أقوى عضة في تاريخ المفترسات كلها هي عضة تمساح النيل أو تمساح المياه العذبة، لكن في المحيطات يا صديقي الوضع بيختلف، ورغم حدة أسنان القروش بشكل عام واللي أسنانها بتشبه الخطافات وقوتها المرعبة، إلا إن حوت الأوركا بيتفوق عليها في قوة العضة، لأن عضة حيتان الأوركا بشكل عام ممكن توصل ل 19 ألف رطل للبوصة الواحدة، يعني أسنان فتاكة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في حين إن قوة عضة سمك القرش بتوصل لأربع آلاف رطل لكل بوصة. وظن واضح قوي إن في دي كمان بيتفوق حيتان الأوركا على كل الكائنات البحرية عامة وسمك القرش الأبيض خاصة. سرعة السباحة، سرعة حيتان الأوركا بتوصل ل 48 كيلومتر في الساعة، لكن أثناء التحرك الهادئ بتكون سرعتها 6 كيلومتر تقريبا. لكن لو تكلمنا عن سمك القرش يا صداقي هنلاقي سرعته بتوصل ل 56 كيلومتر في الساعة، وبكده وبشكل واضح هو بيتغلب بشكل عام على حيتان الأوركا. لكن لو هنتكلم عن أسرع كائن في المحيط فهو مش حوت الأوركا ولا القرش الأبيض، هو الدولفين العادي الجميل ابن الحلال ده. وبالمناسبة حيتان الأوركا نوع من الدلافين، ولكن معروفة بمسماها العلمي حيتان الأوركا. الذكاء، حيتان الأوركا يا صديقي وبدون أي شك بتحتل المرتبة الأولى في قائمة الذكاء على مستوى كل الكائنات البحرية. رغم اجتماعيتها المعروفة إلا إن حدة ذكائها وصيدها الجماعي بتجبرك على احترامها، وربما ذكائها ده كان سبب في إذلالها وصيدها علشان تكون بهلوان في السيرك، وده في حد ذاته كان سبب أساسي في زيادة نسبة العدوانية عندها، على عكس أسماك القرش الهمجية واللي بسبب همجيتها المفرطة يستحيل تشوفها في سيرك أو بتلاعب أي غواص على سبيل المثال. مهارة الصيد، على المستوى الجماعي بتتغلب كليا حيتان الأوركا على أي منافس ليها داخل المحيطات، لأن سلوكها الاجتماعي بيجبرها تصطاد في مجموعات، وده بيوضح إن حوت الأوركا المنفرد بنفسه بيكون صعب عليه يقدر يصطاد بنفس السرعة والمهارة اللي بيكون عليها مع المجموعة، في حين إن سمك القرش يا صديقي مفترس وحيد من نوعه قادر على التهام أي فريسة وقتلها بسرعة صاروخية. وبكده فنصيحتي الأساسية يا صديقي تلاشى تكون في أي مكان بيتواجد فيه حيتان الأوركا أو أسماك القرش بشكل عام. ودلوقتي هسيب لك جزء من فيديو خاص بحيتان الأوركا، في تفاصيل كتير ما قدرتش أوضحها في الفيديو ده،
وهتتعرف من خلاله على الطرق المناسبة اللي تقدر تنجو بيها لو لا قدر الله وقعت في مكان كان فيه حيتان الأرجة. الفيديو كامل هيظهر لك في آخر الفيديو، وهتلاقي اللينك بتاعه في صندوق المقترحات. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت بتلعب معاهم كالعادة، وفجأة تحول الصرح المائي الممتع لساحة من القتل الهمجي قدام مئات المشاهدين واللي لسه فاهمين ان العرض ترفيهي مش حقيقي. تخيل انك في يوم كنت في عرض مائي ومرتب يومك كله انك تتفرج على اخطر كائنات المحيط وهي بتمارس الالعاب البهلوانية مع مدربين السباحة. مدربين السباحة دول من المفترض انهم على احترافية كبيرة جدا وعندهم قدرة للتعامل مع الكائنات دي، وفجأة اتقلب السحر على الساحر. الحيتان القاتلة هي الكائن الأشرس بلا منازع داخل مياه المحيطات، ارتفاعها بيوصل لتسعة أمتار تقريبا، سباحة ماهرة لأبعد الحدود، وسمك القرش صاحب السمعة السيئة بيعكز على مجابهة شراسة وهمجية الحيتان القاتلة، واللي واضح من اسمها طبيعتها المفترسة. حسب تقارير العلماء والصيادين، أكبر حوت أوركا تم الوصول إليه وصل وزنه لعشر أطنان، وطوله زاد عن 9 متر، بأسنان خارقة لأجسام الضحايا سواء كانت فقمات أو حبار عملاق أو حتى سمك القرش الأبيض والأكبر من كل أنواعه. الخطر الأكبر يا صديقي بتمتلكه حيتان الأوركا المحجوزة داخل الأماكن الترفيهية أيا كان اسمها، واللي تقدر تقول إنها برك صغيرة بتحجم منطقة الحوت القاتل بشكل إجباري، سجن معزول فيه عن طبيعته اللي اتخلع عليها، وده كفيل يخلي سلوكياته بشكل كامل عدوانية بشكل يفوق الوصف. تم صيد حوت أوركا وأطلقوا عليه اسم تيليكام، واللي بعد حجزه ومحاولة تدريبه بسبب السلوك العدواني اللي تملكه الحوت ده قدر يقتل 3 مدربين في خلال سنتين. طيب ليه مش لازم يبقى معاك كلب على المركب في منطقة الأوركا؟ وليه لازم تحلق شعرك بالكامل؟ وليه حيتان الأوركا أخطر وهي ميتة عن مدى خطورتها وهي عايشة؟ دمرت اللايك ولا لسه يا صاحبي؟ الخطوة الأولى التعود تقول لا. طبيعة حيتان الأوركا ذكية جدا، بيقدروا يفهموا طبيعة ردود الأفعال البشرية، وعن طريق تكرار حركات معينة من المدرب أو الإنسان المتفاعل معها بشكل مستمر، بتقدر حيتان الأوركا إنها تعرف إيه ممنوع من الأفعال فتبطل تعمله. ده نفسه بيخليها تحاول تعض المدرب بشكل متكرر، لأنها عايزة تعرف لأي مدى مسموح لها بالعض. وهنا لازم المدرب يكون حريص جدا وحازم في رد فعله علشان تفهم من خلال حدوده إن الفعل ده ممنوع، بالتالي هتتوقف عن تكرار عملية العض. الخطوة الثانية، احلق شعرك. سنة 2010 في مدربة اسمها دون برانشو كانت مدربة محترفة في التعامل مع الحيتان القاتلة، لكنها كانت واحدة من ضحايا الحوت تيليكام اللي تكلمنا عليه من شوية. والموقف حسب الرواية انها كانت بتتكلم مع مجموعة من الزوار على حدود حمام السباحة الخاصة بالأوركا. في الوقت ده قفز الحوت تيليكام ومسكها بسنانه من شعرها، وللأسف سحبها تحت المية